تميم المراجل شيخنا يا تميم نافل بين جيلك في جميع البرايا سيف عز تلالا بارقه بتيم. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل يتجدد اللقاء في شوطنا الخامس عشر شوط الختام في انطلاقات هذا الصباح ضمن هذه الأشواط العامة أشواط الخاصة بشعارات أبناء القبائل التي تنطلق في هذا اليوم ونهاية المرحلة الأولى من خلال السباق المحلي الثالث. متابعينا الكرام نسير مع هذه المنافسة هذا التحدي ومنافسات سن الإجذاع والخمسة 5 كيلومترات الحاضرة مع انطلاقات هذا السن. متابعين الكرام شوط الختام نسير ونتابع هذه الانطلاقة ونتابع البداية مشاهدينا الكرام المركز الأول. المركز الأول مشاهدينا الكرام متابع في هذه اللحظات الذيبة أتابع مشاهدينا الكرام أمجاد سعيد بن عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية هنا مع أول المراكز وثاني المراكز. ثاني المراكز أتابع وصول في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام الشاهينية وصلت هنا في ثاني المراكز مشاهدينا الكرام هنا سهم لحمد بن محمد بن حمد بن صالح بالحول هنا مع ثاني المراكز من تنطلق وثالث الأسماء أتابع مشاهدينا الكرام هناك أيضا الأسماء القادمة والمنطلقة وصلت في هذه اللحظات خيرة حمد بن علي بن حمد بوصلعة هنا أيضا تقدم خيرة مع ثالث المراكز ورابع الأسماء هنا وصلت شمعة مع رابع المراكز هنا شعار البرنس محمد طالب محمد بن طالب بن عقيل النابت هنا مع رابع المراكز وخامسا هنا وصول وانطلاق مشاهدينا الكرام صعوبة حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت. هكذا كان النداء مشاهدينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى ونداؤنا الأول لهذه المراكز. نعود مشاهدينا الكرام إلى البداية إلى مقدمة الشوط هنا والصدارة وانطلاقة البداية في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من تنطلق على مقدمة الشوط خيرة حمد بن علي بن حمد بن محمد بوصلعة هنا مع البداية الله يا خيرة هنا مع مقدمة الشوط والبداية الأولى. ثاني المراكز أتابع وصايف هنا قادمة مع ثاني المراكز علي بن محمد بن حسن الحمادي هنا يصل مع انطلاقة وصايف مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام حاملة الرقم 49 سوف نتعرف عليها بعد لحظات ورابعا أتابع هنا وصول مشاهدينا الكرام القادمة في هذه اللحظات صعوبة حمد بن سالم بن علي بن جهويل هنا أيضا قادم مع ثالث المراكز يغير مع انطلاقة صعوبة ولكن وصول في هذه اللحظات. أتابع مشاهدينا الكرام نوف هنا أيضا قادمة محمد بن عبد الهادي بن علي آل بريص المري هنا قادم مع انطلاقة نوف في هذه اللحظات من تجاوز وتغير ولكن الاسم القادم في هذه اللحظات وصلت الريم محمد بن سالم بن حمد المري هنا في هذا الانطلاق الريم قادمة أيضا مع خامس المراكز مشاهدينا الكرام. أعود إلى البداية
أعود إلى مقدمة الشوط هنا مع خيرة على مقدمة الشوط متابعين الكرام، محمد بن علي بن حمد بن محمد وصلعة هنا مع البداية لافتة إلى 1200، خلاص خيرة هنا مع البداية مع مقدمة الشوط، ولكن أتابع هنا أيضا ثاني المراكز، هنا أيضا من تحمل أيضا هذا الرقم في هذا الانطلاق حاملة الرقم 50، من تجاوز إلى البداية وتغير على الصدارة هنا مع الكيلو الأخير، الله الله هنا البداية والانطلاق العنود هنا أيضا مع البداية تنطلق، ولكن من الجانب الآخر خيرة عادت والعنود أيضا من تعاند على مقدمة الشوط في هذه اللحظات متابعين الكرام، ولكن وصول من نوف هنا أيضا قادمة مع ثالث المراكز محمد بن عبد الهادي بن علي آل بريس هنا أيضا قادم في هذه اللحظات، وصلت إلى أسماء والقادمة مشاهدين الكرام، متابع وصول الجذابة سعود بن علي بن مبارك بن سالم الفراج هنا ايضا قادم الفراج، الله يا الاسماء، ولكن بدا الهجوم هنا القدوم نواميس، الله سعد بن مبارك بمسفر الحسن الدوسري هنا من ينتزع ناموس هذا الشوط، نواميس يا ابو مبارك هنا مع انطلاقه نواميس سعد بن مبارك بمسفر الحسن الدوسري يذهب بناموس هذا الشوط هنا مع نواميس الى اهالي المملكه الى اهالي الوادي هنا، الله يا ابو مبارك هنا اعلنت الانطلاق اعلنت المغادره، خلاص لا تقولها شيء ما تحتاج الاوامر هنا، نواميس مع الناموس، نواميس مع الانصار، اسعد الله صباحكم يا اهالي المملكه واهالي الوادي على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس لسعد بن مبارك بن مسفر الحسن الدوسري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصلت قزوين لعبد المحسن بن زيد بن محسن آل بحيح، وثالث المراكز وصلت في ثالث المراكز مغثة مبارك بن أحمد بن مطر الخيلي، ورابع المراكز وصلت في رابع المراكز الجذابة سعود بن علي بن مبارك الفراج، وخامسا كان الوصول من الالتماس سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، نتابع نواميس ولحظة وصولها إلى خط النهاية 7:51 وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس لسعد بن مبارك بن مسفر الحسن الدوسري على فوز نواميس وانتزاعها ناموس هذا الشوط. ثانيا وصلت قزوين 7:54 وجزئين من الثانية، التهنئة أيضا لمالك قزوين عبد المحسن بن زيد بن محسن آل بحيح، وثالثا كان الوصول مشاهدينا الكرام وصلت في ثالث المراكز مغثة 7:55 بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لمالك مغثة مبارك بن أحمد بن مطر الخيلي، تهانينا والناموس للجميع.